الآن وصلنا بكم إلى الفقرة التحليلية، ويصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ شوقي عبد العظيم. مرحبا أستاذ شوقي، صباح النور عليك. أهلا وسهلا، صباح النور عليك وعلى المشاهدين والمستمعين. الله يديك العافية إن شاء الله. نبدأ جولة وشرطا معك من صحيفة الصيحة، ومنها نقرأ: وزير الزراعة وفد أمريكي يصل البلاد الأسبوع المقبل. كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف دكتور عبد القادر تركاوي عن وصول وفد لمستثمرين أمريكيين الأسبوع المقبل لبحث الاستثمار في جميع المجالات الزراعية. وبحث تركاوي مع وفد أمريكي رفيع المستوى بالوزارة أمس بحضور المديرين العامين الفرص الاستثمارية بالبلاد، وأكد تضافر الجهود للاستفادة من الانفتاح الخارجي الذي هيأته ثورة ديسمبر بتحقيق نهضة السودان الزراعية وعودة الزراعة لتكوين قاطرة الاقتصاد الوطني. أستاذ شوقي، بتأكيد هذه الزيارة لها ما بعدها من الأشياء، خاصة أن الزراعة من أكثر القطاعات التي تضررت من الحظر الاقتصادي على البلاد. نعم، أولا أنا خليني أشكرك على هذا الخبر، يعني في أن تبدأ به الحلقة، يعني ده خبر متفائل جدا. والآن في زحمة من الأخبار المزعجة في السودان، يعني الناس الآن في تصعيد شديد لكل الأخبار المحبطة. وأنا دائما بقول إنه إدارة الإحباط دي بقت علم، والآن أنا شايف جزء كبير جدا الآن متحرك في الساحة في خلق إحباط عام في كل الاتجاهات. فمثل هذه الأخبار هي أخبار مهمة للناس، ومهمة لمعاشهم، ومهمة لحياتهم ومستقبلهم. والاقتصاد السوداني ده إذا لو كانت الزراعة ما قاطرته، أفتكر إن إحنا هنكون دائما في مشكلة. ووجود المستثمر الأمريكي، المستثمر الأمريكي بيخدم في كثير من الاتجاهات، يعني هو استثمار بيكون استثمار ضخم، بيوفر تقنة كبيرة، تكنولوجيا كبيرة، إنتاج كبير جدا ووفير. إضافة إلى ذلك، وجود المستثمر الأمريكي بيفتح المجال للآخرين. إحنا طلعنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حصلنا على الحصانة السيادية، ولكن دائما في مثل هذه الظروف بيحصل، يعني بيسموه البلايننس، يعني العمى، في عمى كده من العالم تجاه الاستثمار لفترة طويلة اللي انقطعنا فيها حوالي 27 سنة من العالم. وجود المستثمر الأمريكي يعجل بأنه الناس الآخرين ينظروا للسودان نظرة متفائلة، وأنه مكان يمكن الاستثمار فيه. فلذلك أفتكر أنه الخبر ده خبر مهم على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى معاش الناس، وعلى مستوى مستقبل الاستثمار بشكل كامل، يعني ليست الزراعة واحدة. الشيء المهم طبعا بتردد في مثل هذه الحالات انه ماذا عدينا نحن الاستثمار. يعني في متن الخبر انه وزير الزراعة المكلف تركاوي اجتمع بالمديرين العامين وبحثوا فرص الاستثمار في السودان. افتكر ده المهم، يعني انت لما كان الناس بيتحدثوا عن رفع اسم السودان من الارهاب، حصول السودان على الحصانة السيادية وكل ذلك، الناس كان بتردد انه ماذا اعددنا في السودان، وما هي خارطة الاستثمار في السودان. وافتكر انه الان من المهم انه تنفق اموال في رسم خارطة استثمارية على كل المستويات، خارطة استثمارية مدفوعة الثمن عن طريق الان هي اصبحت مسألة تدخل فيها المساحة الجوية والخرطة الجوية وخلق الفرص داخل خارطة الاستثمار نفسها وكذا. ده مهم عشان الآخرين ما يتفاجئوا، يعني ما وزير الزراعة وحده، ربما تجي شركات للمعادن، ربما تجي شركات للأسماك، ربما تجي شركات لمختلف المجالات في مسألة الاستثمار. فلذلك افتكر انه الآن ده اتجاه صحيح جدا، انه تجي شركات بنفسها للسودان. ده المهم، يعني انت مهما قدمت لو ما جاء المستثمر بنفسه وشاف واصبح آمن واصبح استثمار مضمون وكده ما بيجيك يعني. طيب، لكن تكون مستعد انت بخارطة توجه فيها الاستثمار، لأنت الحين تبي تفتكر أنك عندك فيها قدرات وعندك فيها وهي منطقة واعدة حتى تنعكس عليك وتوجه بها أنت استثماراتك الداخلية. طيب، الخبر أشار إلى أن الوزير المكلف قد جلس مع بعض المدراء العامين لبحث مثلا مسألة فرصة الاستثمار وما إلى ذلك. ما هي المجالات التي يعني يمكن أن يستثمر فيها أو تستثمر فيها الشركات الأمريكية فيما يلي الجانب الزراعي تحديدا؟ نعم، يعني السودان ده يعني أعتقد أنه كل شيء يمكن الاستثمار فيه في مجال الزراعة، مجال الإنتاج الحيواني. يعني الآن دي بلد أصلا هي بلد زراعية من الدرجة الأولى، وظللنا منذ إحنا أطفال وعينا لهذه الدنيا بيتكلم عن أنه هو سلة غذاء العالم، وهذه المسألة ما انتهت أبدا. يعني السودان ده فيه مياه جوفية ضخمة جدا، فيه أنهار كثيرة جدا، فيه أمطار كثيفة جدا. والآن ما نزرع نحن هي مسألة زيادة إنتاج الفدان، يعني أنت ما فقط الأرض اللي بتزرعها، يعني أنت الفدان اللي بينتج لك
10 قنطار بالتقانة وبالأسمدة وبالزراعة الحديثة وبتكنولوجيا الري ممكن ينتج لك 30 قنطار من المحصول يعني. فدي مسألة مهمة جدا. السودان هو طبعا الحاجة اللي بيتميزه من كثير من دول العالم اللي هي الأورجانيك فود ده الغذاء الطبيعي. يعني الآن الدنيا كلها في مواسم مختلفة بتحتاج للغذاء الطبيعي. يعني أنا في تجارب دول كبيرة جدا الآن مثلا المزارع المغربي بيصدر 25% من حوجة أوروبا من الخضروات، وترتفع هذه النسبة في مواسم الجليد. يعني الآن كل العالم يحتاج إلى الغذاء الطبيعي، وخاصة بعد الأمراض والشيء اللي اجتاح العالم ده كله، السودان يمكن أن يوفر نسبة عالية جدا من حوجة العالم. أنا لا أقول المنطقة أوروبا ولا الخليج ولا أمريكا فقط، من حوجة العالم يمكن أن يوفر نسبة عالية جدا من الغذاء الطبيعي للناس. وممكن الاستثمار الزراعة دي عندها جوانب أخرى، يعني الإنتاج الحيواني، إنتاج الأسماك، إنتاج المناحل والعسل، كل شيء ممكن إحنا يوفر لنا عملة جيدة جدا. وده بيبقى الخطة في إنك كيف تستثمر ده عشان أنت تستقر. يعني الاستثمار الأجنبي ده لما يجيك أنت بتحاول بأزمان محددة بخارطة بقوانين استثمار، في الآخر بيتحول إلى دعم الاستثمار الوطني والإنتاج الوطني. فأفتكر إنه إحنا مجال الزراعة ده هو موقف جدا واعد جدا في السودان زي ما قلت لك، خاصة الغذاء الطبيعي الآن يحتاج له العالم بشدة. خليل تحدث عن أن مسألة الاستثمار يجب أن توضع لها مسألة خارطة طريق واضحة وتنفق عليها على هذه الخارطة. نعم. هناك من يقول بأن بأخبار إيجابية كهذه الأخبار، مسألة استثمار الشركات الأمريكية في القطاع الزراعي أو حتى كل الشركات الأجنبية، يمكنها أن تساعد في عزوف القطاع الخاص عن مسألة القطاع الخاص المحلي. نعم. عن مسألة الاستثمار في مجال الزراعة، إذا ما أخذنا هناك بعض الأمثلة بلا ذكر أسماء، هناك عدد قليل من رجال الأعمال الذين يستثمرون في قطاع الزراعة في السودان. بالعكس، يعني أنا أفتكر أن الشركات دي بتجي بخبرتها وبتجي بتقانتها، ونحن محتاجين لها جدا، وربما تجي بشراكات مع رجال الأعمال المؤهلين لهذه المسألة. وفي آخر الأمر ده بيعود على الاقتصاد الكلي. يعني حركة الاقتصاد دي ما حركة مترابطة، يعني الاقتصاد الكلي لمن ينتعش بعد ده كلنا نستطيع أن نستثمر، نستطيع أن نحلم ببزنس كبير وبزنس صغير وهكذا يعني. فقطعا هي إضافة، ولكن أنا زي ما قلت لك القوانين في آخر الأمر هي بتسودن المسائل أو بتخليها هي استثمارات وطنية. أو بتخلي أنه أنت كيف تكون العمالة الموجودة هي عمالة سودانية نسبة كبيرة جدا منها، العمالة على مستوى الإدارات، على مستوى اكتساب الخبرة في المسألة دي، فتح الأسواق للمنتج. يعني أنا لو جات شركة أمريكية وأنتجت دعنا نقول بطاطس في السودان بكميات ضخمة، والمنتج ده وصل الأسواق العالمية وهذا منتج سوداني، مهما كان أي شركة أنتجته دي أرض سودانية، ما تعريف العالم بالمنتج نفسه بيسمح لي أنا كمزارع وكرجل أعمال أن أستثمر في نفس المجال، والمنتج ده بيبقى منتج معروف ومفهوم وطريقة تعبئته كده. فأنا أفتكر أنه الاستثمار ده الآن إحنا في عالم الآن يعني زابت كثير من الحواجز فيه، وأصبح عالم رقمي زي ما تعرف أنت بالضبط، وكل هذه المسائل هي أهلت الناس في أنه تصبح المنتج لما نطلع من أرضك انت بتستفيد فائده كبيره جدا، وانت بتتعلم الخبره. نعم. وانت بيكون السوق اتفتح اصلا ليك. يعني انا المنتج الصيني ده بتنتجه شركات امريكيه في الصين وشركات اوروبيه في الصين، ده كذلك سينطبق على السودان، وبيكون بشكل اساسي انت عندك نكهه اقتصاديه وكونها اقتصادي في انك انت تستطيع ان تروج منتجك البيج اصبح معروف عبر الشركات الموثوقه يعني. طيب تعتقد استاذ شوقي بان الدوله جاهزه الان للاستفاده من هذا العرض أو كل العروض التي يمكن أن تقدم من خلال هذه الوفود والمستثمرين الأجانب؟ لا أعتقد ذلك. يعني أنا أفتكر أن الدولة إن لم تصرف على مسألة الاستثمار وتهيئة الاستثمار زي ما قلت لك بخارطة استثمارية مدفوعة وبيقعدوا لها خبرة ويعني يصرف عليها جيدا واستفادة من الرقمية ومن الجوجل مابس ومن المسائل دي كلها بطريقة علمية جدا، ما بتقدر تقول الحكومة جاهزة. يعني ما زال دي استثمارات، وفي يعني مثلا السودان اخر تعداد زراعي في الستينات افتكر، واخر تعداد صناعي ما اذكره كان 200. يعني التعداد الزراعي ده تعداد مهم للاستثمار ده ما قام، يعني ده ما حتى الان ما في تعداد زراعي. احنا ما حجم الثروه الحيوانيه الموجوده في السودان هي تقديريه، يعني لانه تم اعداد قبل 40 سنه تعداد حيواني، وبعد ده بنجينا نضاعف هذه النسبه حسب
المعادلة الإحصائية يعني خدت له 10% في السنة 50% في كده يعني بالمعادلات الإحصائية، لكن ما تم إعداد حقيقي للثروة الحيوانية في السودان وأماكنها قيمتها جودتها طريقة تطويرها كده، ده ما في. فلذلك إحنا محتاجين لخارطة استثمارية ولتعداد زراعي حقيقي لتعداد حيواني وتعداد صناعي ورسم خارطة حقيقية للاستثمار وتحقيق في المعادلة. أعتقد أكثر من شهر قد بدأوا في هذا الشيء على ما أعتقد. نعم أعتقد ربما بدأوا يعني، ولكن إذا كنت جاهزين ما في، أعتقد إنه ما في جاهزية كاملة. هناك من يقول بأن يعني كان هناك شركات أجنبية تعمل في السودان في عهد النظام البائد على ما أعتقد، وهذه هي معلومة من المعلومات، وبأن المنتجات السودانية عندما يتم إنتاجها تخرج إلى الخارج والغرض منها استجلاب عملات أجنبية لكي يستفيد السودان وما إلى ذلك، ومن هذا الشيء تعود مرة أخرى هذه المنتجات وتباع في السوق المحلي بأسعار الضعف. يعني بدلا من الاستفادة من هذه الشراكات الأجنبية والاستثمار يكون هذا في مسائل سلبية بالنسبة للسودان. أتتوقع من أن يكون هذا الشيء من الأشياء التي يمكن أن تصاحب السلبيات في هذا؟ نعم يعني المجال. أنا لو فهمت سؤالك أفتكر أنه النظام البائد ده كانت مرحلة فيها غموض شديد وكان في عدم شفافية، وطبعا الفساد هو هزم النظام البائد ده هزيمة نكراء يعني لم يحدث لها مثيل. لذلك أجواء الاستثمار هي أجواء تتعلق بالشفافية المالية والمراقبة المالية والقوانين الشفافة الواضحة وتنفيذ القوانين كل ذلك. يعني ما في استثمار دائما الناس بيحصدوا الخراب، السكان المحليين زي ما بقول والمواطنين. وشفنا التجارب في دول ظهر فيها نفط وظهر فيها معادن نفيسة وكده، وفي الآخر المواطن ما استفاد والبلد ما استفادت لأنه النظام الحاكم كان نظام ديكتاتوري أو نظام ما ما ما, ما قانوني أو ما فيه كده. فأنا أعتقد أنه هي القوانين مسألة حلقة متكاملة، الشفافية وقوانين المراقبة المالية وقوانين غسيل الأموال وقوانين التهريب، كل هذه المسائل هي باكتش كاملة، هي حزمة كاملة، هي في الآخر بتحتاج تنتج استثمار جيد. يعني ما فقط الأرض ولا فقط الإمكانيات، هي المسألة متكاملة. عشان كده إحنا نقول خارطة استثمارية، قوانين استثمار، قوانين مراقبة مالية، قوانين حتى في النظام المصرفي أيضا. يعني أنت بتحتاج لنظام مصرفي قوي فاعل سريع يستطيع أن يتعامل مع المستثمر يتعامل مع الاستثمارات وكده. فهي حزمة كاملة لا تنفصل واحدة من الثانية عشان أنت تحقق النتيجة المرجوة. وفي الأراضي موجودة، وادي ستيت دفي أراضي ضخمة جدا، المناطق الزراعية في شرق السودان، مناطق الزراعية في غرب السودان، في مناطق جبال النوبة هي الآن من أكثر المناطق كلفة في أقل المناطق كلفة زراعة في الزراعة ربما في العالم.